جينا بعد غياب طويل شفناها في بولفار المواهب بحب كبير. نستقبله نور قمرة. ناخذ غنية كاظم الساهر. البنية حلوة البنية. يعيشك. كبرت البنية. كبرت البنية. قداش ولا عمرها؟ توا 18. ما شاء الله. توا نور، أنت سي مع برنامج ذا فويس خذيت تأشيرة وشاركت وتميزت. علاش كنت مضطرة تمشي تعمل برنامج آخر مواهب؟ كما قلت كبرت، دونك ذا فويس كان عمر آخر، كنت أصغر من هكا برشا. طو كبرت شوية، حبيت نعيش تجربة جديدة. من قبل نحب نشارك في ستار أكاديمي، دونك لقيت البرنامج هذا يشبه شوية لستار أكاديمي. فيه اليوميات يأطروك، دونك فما برشا حاجات يخليهم يأطروك في البرنامج. صحيح النجاح معناتها متاع ذا فويس استثنائي برضاك. تعرف قداش وصلت على اليوتيوب تو؟ 175 مليون. 175 مليون مشاهدة. تعرف شو معناتها 175 مليون مشاهدة؟ معناتها أنت أكثر فنانة تونسية عملت أغنية سولو وتشافت على اليوتيوب. صحيح. بريسك في العالم الكل شافوه، يعني في الهند عملوا عليه فيديوهات في اليوتيوب. اللي نسأله يقول لي هي شفناك، معناتها في أي عالم نشوف نسأل الفيديو هذا شفتوه يقول لي شفناه، معناتها فمش واحد ما شافوش الفيديو، دونك انتشر بطريقة كبيرة. من بعد رجعت لنفس المغامرة، نفس ستريس، لجنة وتقييم وتصويت. صحيح. أنت ستريس عشته وأنت صغيرة، وفي بولفار مواهب عاودت عشته. الحقيقة عشته، أما ما كنت ياسر هكا مرتاحة، ما كنتش ستريسي كما في ذا فويس، كنت مرتاحة وقلت عادي اللي باش يصير يصير، كان خرجت ما خرجت، المهم خرجت بتجربة حلوة. يعني ما يقلقنيش حتى لو كان خرجت من الاول ولا من الاخر، المهم عشت تجربه، تعرفت على عبيد مهمين في الميدان. نمشيو نشوفوا التجربه بتاعك، ملخص تجربه بولفار المواهب مع نور قمر. بما انه كاظم ما اختارنيش، فانا باش نتحداه ونقول له اني قد التحدي وانه هو غلطان. ألف مبروك نور قمر ونور حداد. أديتي بشكل جدا حلو، ولكن لازم تغيرين شخصية وعندك أسبوع تثبتين لها الشيء. إبعادك أنتم ولا قريبين، لمراد أنتم دايم سلمين. نور قمر نقاط القوة عندها الصوت، يعني طريقة الغناء، غناء قوي صراحة، يعني طربي كثير ذي. أدائك جبار، بس لازم تعرفين تختارين وين تخلين العربة، متى تقولينها، متى تستعرضين، ومتى تكونين هادئة. نور نورتينا، اهلا في فريق المجانين. قرار عندك. نور قمر كانت اقوى جدا على المسرح. الف الف مبروك لك نور قمر. انت حابه تغنين الشرقي وتغنين الخليجي، فحاولت اني اجمعهم اثنين في بعض. سوق زياده محله وده. تأكد في الاستوديو راح تبدعين وزي الفل. احنا اللي وصل لأقل عدد للأصوات هي نور.
نور أنا مش حزنان إن طلعتي بالبرنامج، بس حزنان إني راح أفتقدك في معنا، لأن مش خايف عليكي، والحمد لله قدرنا نرسم أول الطريق. اعتبري نفسك الأولى إن تبتدين أول الطريق. الصور الأخيرة نور بين وعين تشوفي؟ الحقيقة أثر فيه برشا الفيديو، خاطر يعني عشت 3 شهور مع عبيد، عائلتي الثانية. تظلمت؟ لا ما نحبش نقول تظلمت، ما تظلمتش، على خاطر بالعكس بالعكس فما حتى واحد تظلم. الكلنا اللي دخلوا البرنامج الكل ما فما حتى واحد منهم تظلم، خاطر كل واحد جيتو بلوس، معنى عرفونا برشا عبيد في الخليج في العالم العربي، دونك ما نحبش نقول تظلمت. نور قلت في أول الفيديو قلت نتحداك كاظم الساهر. كانوا مازلت عندك حاجة في قلبك من كاظم الساهر؟ قبل ما نتحدى كاظم الساهر يعني تحديت روحي الحقيقة، دونك تعلمت حاجات موسيقيا، زدت خبرة من روحي، عرفت حاجات في الموسيقى. مثلا كاظم الساهر كيف خرجني في المواجهة كان عنده الحق، كنت نعرف اللي عنده الحق في العمر هذاك، ما كنتش مقتنع بالحكاية هذي، على خاطر كنت نغلط في الإيقاع صحيح، ومانيش قارية موسيقى يعني وقتها، لكن متحديوش على خاطر فنان كبير هو ومحليه وطبيعته محليها وقتها. صحيح كان صعيب معايا في The Voice، أما بالعكس كان عنده الحق وتو فهمت الحاجة هذي. وكل عملت هذيك شنية؟ ليه بالعكس كنت هكا تفادليك معنا فيتير هذك أكين عادي. لو ترجع ل The Voice في موسم الكبار؟ تو ما نرجعش ل The Voice، على خاطر سيبون عشت التجربة هذيك تاع The Voice ومتاع لجنة التحكيم، وإني نغني كهو برنامج بولفار المواهب مشيت له خاطر فيه ما فيش كل الغناء، فيه تنمية شخصية، فيه يأطروك، فيه برشا حاجات غير الغناء، ذيك علاش مشيت يعني. كان معايا عزيز ميمي لما حكينا عليك قال لي نور يمكن المشكلة اللي لقاتها أنا ما جيتش معانا من الأول بالتدريبات ومن الجو العام وكل شيء، علاش أنت ما دخلتش من الأول معاهم؟ سي عزيز نحبه برشا ونقدم له تحية كبيرة برشا. علاش ما دخلتش من الاول البرنامج؟ ما كنتش نعرفوا البرنامج تو سامبلوم، ما كنتش نعرفوا جمله البرنامج وما سمعتش به يعني، حتى الحلقات الاولى طولة تفرجت فيهم. جاني مساج على انستغرام من برشا عبيد قالوا لي شارك في بولفار المواهب، قلت غريب يعني اول مره تصير لي انه برشا عبيد يبعثوا لي، دونك مشيت عملت ريسيرش على البرنامج وحبيت نفهم شويه الحكايه نتاعو، لقيتو ليش بالستار اكاديمي فيها اليوميات انك تقرب بالعبيد، مشيت وتواصلت مع المنتجي واللي لقيتهم هو نفسهم كانوا يخدموا معنا في The Voice، قالوا لي كاستينغ وفاء وان شاء الله تكون معنا في السيزون الثانية. قلت عادي لعله فيها خيره يعني، حبيت نشارك الحقيقه فيه، قلت لعله فيها خيره. بعد جمعه كلمني المنتج حسين جابر اللي قدم له تحيه نقول له ميرسي بوكو على الفرصه هذه اللي عطيتها لي، دونك كلمني قال لي نور نحبك بعد نهارين تحضر باليز نتاعك وتجي معنا البرنامج. قل لي صحيح ولا غلط، تعلمت من البرنامج قواعد موسيقيه ما كنتش تعرفها من قبل؟ أكيد تعلمت برشا حاجات موسيقيا يعني في البروفن، أقل حاجة مش حتى في الموسيقى، أقل حاجة حتى في شخصيتي، في حاجات صاروا لي غادي تعلمت منهم حتى في حياتي العادية. معنا لاحظنا أنه مثلا المدير أعمالك حسن طالب يحط برشا سكر في التاي ويقول كثر من السكر التاي ولي ماست، لأنك أنت كنت ياسر تحب تزين بصوتك، علمك أنك تزين وقت اللي يلزم وساعات الصوت ما يلزموش نستعملوه في التزيين في بعض المطارح؟ اني غادي في البرنامج تعبته شويه حسن، دونك اني عنيده في طبيعتي برشا، الحاجه هذه حاب يوصلها لي بالكلام ما نجمش، دونك جاب لي هكا كل حكمه صغيره بتي، جاب لي زاد لي فيه برشا سكر، قال لي اشرب، قلت له برشا سكر فيه، قال لي هذه الحاجه حبيت نعلمك انه كي تزيد من الغنيه برشا عرب تمصات. صحيح ولا غلط انستغرامك انفجر بعد البرنامج؟ بيان سور صحيح. صحيح برشا، خاطر كنت 319,000 قبل البرنامج، توليت قريب 700,000 تبارك الله. معناها من بعد تونس جمهورك منين في انستغرام؟ عندي مصر الحقيقه، مصر اكثر واحده تو. اكثر من تونس؟ اي اكثر من تونس، مصر بعد تونس بعد المغرب العربي يعني عندي، وفما دخلت السعوديه تو، بما انه البرنامج كان في السعوديه دونك ولا عندي جمهور الحمد لله في السعوديه. شكون اقرب متشارك ليك إنسانيا؟ العبيد الكل تعرف بريسك، العبيد اللي تبع فيها بسمة. الحقيقة الكل قراب ونحبهم، أما بسمة كانت لي هي أقرب واحدة ليا، كنت بريسك نعدي وقتي الكل معها يعني. أغزل غادي يقول أهلا بسمة. أهلا بسمة. نور أمر اسمع على مسمى
صوت، شكل، شخصية. بصراحة أنا ونور في الأول ما كناش صحاب قوي، بس الأيام عرفتني عليها أكتر واستوعبت أنها من أحلى وأجمل الشخصيات اللي عرفتها في حياتي. نور فنانة جدا جدا جدا، رغم أنها لسه صغيرة في السن، عندها كم فن مش طبيعي. يمكن ما خدتش فرصتها في البلوفار لأنها للأسف جت في آخر شهر، بس أنا واثقة أن نور هتكون فنانة الوطن العربي وهي تستاهل ده. يا نور لو بإيد الأيام ترجع تاني عشان نعيش أنا وإنتي ذكريات تانية أكتر من اللي إحنا عشناها مع بعض. أنا بحبك قوي 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 قوي، ونفسي أشوفك في أحسن حال وأشوفك نجمة كبيرة مكسرة الدنيا كلها، وأنا واثقة منك. بحبك قوي يا أحلى نور. علاش تأثرت؟ تأثرت على خاطر بسمة نحبها برشا برشا، وبريسك من أقرب العباد ليا بسمة، يعني نحكي معها كل يوم طوف، يعني حتى كي خرجنا من البرنامج بريسك كل يوم. بسمة هي أكثر واحدة تفهمني، يعني أختي اللي ما جابتهاش أمي كيما نقول، نحبها برشا. تفتقدها؟ بيصير نفتقدها، وأقرب فرصة ليا باش نمشي لمصر طول باش نشوفها معناها. نحب حاجة ترابية اسمها حاجة لايف، سلطنة هكا مصرية مزيانة مع نور قمر. عرفناك بنية صغيرة، أما الناس ياسر لاهين بيك. صحيح لاهين بيا برشا، خاصة كيف دخلت البرنامج وشافوا فما تغيير، دونك العباد ما حبوش يقبلوا اللي كبرت. حاجة هذه اللي قبلتني، اللي هذي عادي، يعني حاجة عادية أني نكبر، حاجة عادية كي تجي تشوفهم هما يعني يكبروا في سما ما يشلقوش برواحهم، أما كي يبدا واحد مسلط عليه الأضواء دونك ما يتقبلوهاش الحكاية. صحيح. فما شكون قال عاملة عملية تجميل؟ فما برشا قالوا هكا، برشا 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 كومنتارات يكتبوهم في أقل حاجة على اللبسة، على وجهي، على عملية التجميل، مع العباد القام يكتبوا أي حاجة. معناها عاملة عملية تجميل؟ مانيش عاملة عملية تجميل، أما عادي نتلهي بروحي يعني كيما العباد الكل، دونك مادام نظهر في التلفزة ومادام مسلط عليه أضواء كيما قلت، دونك عادي. أنت تتلهي بروحك بشكل طبيعي ماهوش بشكل بيان سور. توا سنك يسمح باش تطلع للمسارح بيان سور وتغني وتعمل حفلات قانونيا. بديت تخمم في الحكايه هذه من خلال مناجر وحفلات وتور ومهرجانات ولا لا؟ اكيد توا وقت اني نبدا، يعني وقتي توا احسن عمر هذا، بريسك الفنانين اللي بداوا كلهم بداوا من العمر 18، دونك احسن عمر اني نبدا توا في الحفلات وفي الاغاني زي الفل. كلمه عبد الله الملحم، الحان رامي الشافعي، الكليب اخرجوا الي فهد توزيع عمر الصباغ. الكليب موجود على شين شركة بلاتينيوم ريكوردز. yes. عاملة توا 1.5 مليون مشاهدة. نسمعوا جديد نور قمر. 6 جوان
2020 كانت وجيعة كبيرة. صحيح. الوالد توفى الله يرحمه. الوجاعة كبيرة إنه مات، يعني هذه أكبر وجاعة يا ربي ما يعطي الموت لحتى حتى حتى واحد قريب له يعني. الوجاعة اللي أكبر إني ما عشتش معاه برشا بابا، دونك ما عشتش هكا البو حنين البو اللي يحكيوا عليه برشا، يعني ما حسيتوش. دونك هذه الحاجة اللي وجعتني يعني، مات موته كانت مفاجأة علينا الناس الكل العائلة. كنتوا بعاد، مش بعتش بوك، وبوك نتصور مش بعش بيك كذلك. ما عشتش معاه برشا كما قلت لك، ما عرفتش طبيعته برشا. دونك الحاجة هذه اللي حزنتني لتو، وقعدت ندمة على إني ما عشتش مع بابا برشا. قرار كان قرارك إنك تكون بعيد على بوك، ولا قراره هو إنه يكون بعيد عليكم أنتوما يقول لك باش ما تصيرش مشاكل أكثر؟ الحقيقة مش قراري أكيد، يعني وقتها كنت صغيرة برشا برشا، ونتصور زادة مش قرار هو، خاطر وقتها كان فما طلاق، الحاجة اللي خليته يبعد واللي خليته زادة يعيش حياته وحده. نور، السبع سنين التالي كي تعديت في The Voice دنيا تقلبت، الضوء اللي تسلط عليك ما ساهمش إنه يقرب لك أكثر، إنه يحاول إنه على الأقل يرجع كل العوام اللي بقاهم بعيد عليك؟ بابا الحقيقة يشبه لي شوية في الطبيعة، وكان غامض، ما كانش يحب يحسس بالحب نتاعه، أما كنا نعرفه اللي هو يحب كان يحكي لأصحابه برشا في الخدمة، اللي هو يتبع فينا، اللي هو يتبع فيه خاصة وفخور بيا برشا. الحاجة هذه عرفتها من صحابه، ما كانش هو يحب يقول الحكاية هذه. قبل كي مات، كي مشيت الخدمة وشفت، قالوا لي نور بوك كان فخور بك برشا، وكان ديما يحكي لنا عليك، وكان ديما يتفرج فيك، حتى يبدا يحل في التليفون يتفرج فيا. الحاجة هذه أثرت فيا برشا، خاطر ما كنتش نعرف الحكاية هذه صراحة. الله يرحمه. الله يرحمه. شفت ساعات كيف البو ولا الام يشدك المشاعر على اولاده في باله، معناتها كبرياء و... صحيح صحيح، برشا برشا هكا كل شد المشاعر ما يحسس، والصغار ما يعرفوش، يعني لازمك تظهر لهم اللي انت تحبهم. قعدت بريسك نص عام ما نجمش نرقد والضوء مسكر. حاولت انك تتجاوز، خطر تعديت بستة اشهر اكتئاب كبير. حاولت اني نتجاوز بالبرنامج هذا اللي مشيت له، حاولت وقتها اني ندخل في مرحله جديده، هذيك علاش قلت لك مشيت تواصلت معاهم باش شاركت. والمرحله هذه كانت لي تغيير كومبليتوم في حياتي، يعني حياتي تبدلت 180 درجه. دونك عشت مع بيد، نسيتني موت بابا، نسيتني اللحظه اللي عشتها وقتها، نسيتني الاكتئاب اللي عشته، كانت لي نفسانيا كنت مرتاحه برشا. نجمت تطفي الضوء؟ لا للتو. لطول خاطر نخاف الحقيقة، وليت نخاف برشا. ربي يرحمه وإن شاء الله في الجنة. نور، نحب نكمل معك الحوار مع الحظ والأبراج، بدك مغرومة بهم. مغرومة. وعندنا سبيسياليست نتاعنا مدام تاروه. عسلمة نور قمر. عسلمة. برج الثور، برج الثقة مش غرور. وانا باش نكشف لك بالتاغو. التاغو هو الطريق الملكي للمعرفه، وباش نشوف الطاقه الحاليه نتاعك الان والطاقه اللي جايه. وعندك شي سؤال خاص؟ سؤال خاص الحقيقه. لا الحقيقه مغرومه برشا بالابراج، وهكا نفهم شويه فيها. اجي برج الثور الترابي، الانسانه المثابره الصبوره، نقطه ضعفك العناد. رد بالك من العناد، كنتش نقول لك ساعات ما تلقاش كنت عند روحك. دونك باش نشوف لك الطاقه العامه نتاعك، اعطيني ثلاثه بطاقات، النون والواو. شوفوا بصفه عامه نون، وهنا خرجت لنا البطاقة هذه من أقوى البطاقات في الطاغو، تقول لك اللي أنت راهو أمامك طريق النجومية، وراك تغني أنت، مش أنت تغني، إحساسك يغني. وأنا نشوف اللي هذايا طريق الشهرة أمامك، ومش شهرة برك، باش تكون النجمة الذهبية. إن شاء الله. النجمة الذهبية التونسية، وعندك نجاح وسكسي، لكن أنا نشعر هكا عندي إحساس جايني اللي أنت مفتقدة حد عزيز عليك. مفتقدة إيه؟
البطاقة هذه اللي أنت يقول لك زراعة البذرة قاعدة تسقي فيها والنجاح والسكسي السنة 2022 فما برشا نجاح والنجاح إن شاء الله في شهر جويلية وأوت باش يكون علامة فارقة وأنت راهو من الناس اللي نسبة كبيرة نسبة كبيرة باش تخلي بصمة في عالم الفن ومش باش تقف على هذا الكل في الفن اي في الفن مش باش تقف على الغناء فقط مدام تاروخ قل لي بالنسبه للارتباط بعيد ولا قريب اي هذايا توا باش نشوفوا لها هي على الارتباط نكمل مع الارتباط في طريق الا نو فما شخص قدامها راهو توا هي تشوف فيه ولا هو يشوف فيها اهو عبد الواحد اهو سي تان جدام تعرفوا يعرفها أما هي خايفة خايفة خطوة القدام وعشرة التالي وهذه بطاقة وحدة خرجت معناها هي رسالة قوية شوفوا تجبه له شوف نور نور يعطيك الصحة مدام تارو نور أنت تفضل ارتباط وأنت صغيرة ولا تفضل ارتباط وأنت كبيرة في العمر ما قلقنيش وأني صغيرة خاطر نحب نتعلم حتى كي نوصل لوين كبيرة سيبون تعلمت التجربة ذيك وليت نفهم في كل شيء فهمت أي ما لك نعرف تحب ترتبط وانت صغيرة وتاخذ كلك المهام الأسرية اللي تستنى فيك وإلا تفضل ترتبط في عمر كبير بعد ما تكون نضجت وتكونت وكل شيء بيان سور نحب نكون نضجت أما نضجت بالتجارب اللي باش نعيشها في حياتي دونك نفضل إنه يكون حتى كي نضجت تكون حاجة رسمية واضح مالا. ترجع لنا في الحلقة القادمة مدام تارو Oh.
نور، نتصور انه موسم جاي باش يكون موسم كبير بالنسبه لك انت، حفلات ان شاء الله يا رب، باش تكون اكثر حفلات خاصه وعامه، مهرجانات باش تقدم لنا اغاني اكيد والبومات مع عزيز. فما برشا يقولوا علاش ما تعملش ديو مع عزيز؟ علاش ليه؟ بالطبيعه اكيد نحب نعمل ديو مع عزيز، ما عندي حتى مشكل. صحح تعاقد مع الشركه؟ اي صححنا عقد قبل ما ندخل البرنامج، كان مع بلاتينيوم. دونك الحق هذا باش يقعد حتى بعد البرنامج، انه انتاجات تكون معاهم وكل شيء. دونك انت تويكا بلاتينيوم حتى السنه؟ مازلت ما تحددتش السنه، اما باش يكون معاهم، يعني هذا حاجه مؤكده. بالنسبه للسينما عملت فيلم، صورت فيلم ام كلثوم. صحيح، صورت فيلم بعد ذا فويس 2016، صورت فيلم على ام كلثوم، وكنت ام كلثوم صغيره. شكون من الابطال معاك؟ البطلة كانت ياسمين الرئيس، الممثلة المصرية ياسمين الرئيس، هي كانت أم كلثوم الكبيرة. اختاروك بعد ما شافوا بريداكا يا خالقي؟ أكيد، هو الفيديو ذاك وقت ضرب برشا، دونك كي شافوه اختاروا المخرجة، كانت تموت عليه الفيديو ذاك علاش اخترت. نحب نكمل عليكي عيون عيون عليك عيون لا بتنافق ولا بتخون، وفيها من الأمن مخزون، وفيها من الجمال أسرار. عليك كلام يمشي الحزن وابى تمام، يطمن قلبي يرجع خام، فكون انا وانت كالاطفال. نور يعطيك الصحة. يعيشك. ان شاء الله يا ربي ترجعنا بالجديد الجديد الجديد. ان شاء الله. نخلي لك كلمة الختام. نشكرك برشا على الانفيتاسيون هذه، فرحانه برشا اني اليوم معاك، ونحبك برشا هذه وانت تعرف. نعرف. نحب نقول لكم تابعوني ديما على انستغرام، تابعوني على جديدي، اكيد فما برشا حاجات جديده ان شاء الله. نشكر العباد الكل اللي وصلتنا اليوم ترند على تويتر، نور قمر ضيفة هادي زعيم بهاشتاج، أول هاشتاج في تونس، دونك نشكرهم برشا، ونشكر كل عبد قاعد يساند فيا وصوت لي، ولا حتى قاعدين يشجعوا فيا من أي حاجة. أنا زاد نحبك برشا. يعيشك. أنت تعرف. يعيشك هادي، يعيشك، وفرحانة برشا بالحاجات اللي صاروا لي الكل في حياتي، وفرحانة بالعبيد اللي قاعدة واقفة ورايا لتو، ديجا نتواصل معاهم لي فان الكل في الانستغرام. نحب نشكر ديكرياسيون ذكرى المالكي على الروبة المزيانة، ريم بي ال على المكياج، محمد برقاوي على الشعر، ونحبكم برشا، وإن شاء الله نرجع لكم في جديد إن شاء الله يا ربي يكون إن شاء الله يا ربي، دارك نور قمر. كرهبة تمشي كرهبة تجي، عنا زوز كرهب للربح اسوزو دي ماكس، وعنا الكيا ريو، زوز كرهب ينجم يكونوا من نصيبك. سهل برشا، خذ تليفونك ابعث حرف A على الرقم 85810، A على الرقم 85810 بإس إم إس واحد، تنجم تربح زوز كرهب. حظ سعيد للجميع.